بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم مع ام تسنيم. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا طبخه لي لوبيا مشطو. راح اول حاجه نبدا بالمرق. هنايا كنت رحيت الخضره، عندي هي حبه بصل مطحونه، عندي حبه طماطم، عندي ملعقه كبيره من طماطم مصبره، ملح، فلفل كحل، فلفل الاحمر، شويه كركم، وقطعه تاع اللحم ولا دجاج، كل وحده واش عندها. مهم بنو المرق هذا مكان، وشويه زيت راح نغطي عليهم نخليهم على النار حتى تذبل لي البصل، يعني يتقلى لي المكونات مليح، نمرقهم ونشوفوا البقيه. ومن جهه اخرى راني خدمت كميه من المشطو، نقيتها وقطعتها قطع وحطيتها تغلي في الماء وشويه تاع خل ولا شويه تاع عصير الليمون. بعد ما تغليها المشطو هذيك وتتقلى لي البصل هنايا او المارق، راح نرجع لكم باذن الله. اذا هنا بعد ما مرقت القدر كما راكم تشوفوا غلى مليح، اللحم هذيك راهي تقريبا طيبه. في الوقت هذا لما ينشف لي شويه المارق هذاك، راح نحط اللوبيا مشطو اللي كانت غلات هكذا، نحطها الزيت تغلي مع المعرق هذاك مليح وتتشرب لي الصوص باه تجي بنينه. من جهه اخرى راني نقلي في البطاطا. اذا هاملك شويه بطاطا قليتهم، وهنايا الصوص نشفت، دوك نحط بسم الله. انا قطعة اللحم هذيك لو لاحظتوا اني قطعتها قطع صغيره دابا تطيب لي بسرعه. نخلطهم هذا وما نخليهمش هكذا. اذا نحاول نخلط هذا المكونات وندخلهم للفرن تكمل تنشف لي مليح، والبطاطا هذيك تدخل فيها الصوص بهذه الطريقه. بعد ما ندخلهم للفرن نرجع لكم ان شاء الله. اذا هذه هي لوبيا مشطو تاعنا في الفرن بعد ما نشفت. هاي الكسربيت هنا خليت شويه تاع فريت مع اللحم هذاك، هذه تخرج لكم بنينه ما شاء الله وسهله، يعني ما تديش مجهود كبير ولا وقت كبير. نتمنى الوصفه ان شاء الله تنال اعجابكم، بما انه وقت المشطو راهو بكميه وفيره هاد الايام، وفي بنتو يعني العاليه خلاص لما تشريه تلقايه طري ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله الوصفه تنال اعجابكم باذن الله. اذا كنتم اول مره تشاهدوا القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد ان شاء الله من القناه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.